عندك هونداي اكسنت 1.5 بنزيل وتنفخ لك في لي ديريت ونهار كامل وانت تمرس فيهم وانت تمس فيهم وتعبص فيهم. كل ما تسافر وتحبس تهز الكابو وتشوفهم هل راهم هشاش او قاصحين. لهذا ولات فيك عاده ومرت، وكل ما تحبس تهز الكابو تاعك تهز الغطاء تاع المحرك وتشوف الخراطيم قاصحين او لا. ودبروا عليك وبدلت الغطاء تاع مبرد المحرك اللي كان 1-1 درته 1.0 وكيف كيف، ومن بعد زدت بدلت غطاء اخر درت غطاء اللي فيه 0.9 والمحرك باقي هو هو، نظفت البلوك تاعك والخراطيم باقين كيف كيف، يولوا قاصحين الفوقانية والتحتانية. في هذه الفيديو راح نعطيك الحل ان شاء الله النهائي باش يروح لك هذا المشكل تاع قساوة تاع الخراطيم تاع السيارات تاعك. لكن ما تنساوش اشتركوا بقناة يوتيوب حميد ميكانيك وديروا بارتاج باش الناس كل تستفاد من هذه المعلومة القيمة ان شاء الله. لهذا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة يوتيوب حميد ميكانيك. وعلى هذا رم دبروا عليك وثاني بدلت حاش راس الاسوارة، بدلت جوان كلاس ومسحت الكلاس والمشكل باقي هو هو. درك نروحوا الورشة ونفهمكم المشكل منين. كما قلت المشكل راهو ان شاء الله بسيط، درك راح نفهمكم فيه. هذه هاي كتلة تاع محرك مش تاع اكسنت، بصح كيف كيف باش تفهموا برك الموضوع. هي في الحقيقة احنا الميكانيسيان هما اللي نديروا هذا الخطا الفاتح غير عمد، نقولوا بار انادفيرتونس، نديروه بار مونك ديكسبيريونس، وثاني نديروه بار مونك دو برودوي، ما عندناش حتى المنتج اللي ينقي البلوك. هي ديما تصير كي نحو لا كلاس راس اسوانا نلقاو جوان كلاس لاصق، هنا نلقاو بعض الاطراف لاصقين، سيرتو كي يعود جوان كلاس تاع كاغط كما هذا نلقاو الطراف لاصقين وقاصحين بزاف. هي في الحقيقه كاين منتج نقولوا هك كما هكذا لازم ترش البلوك كي يعود لاصق هذاك جوان كلاس وتخليه 3 دقائق او 5 دقائق من بعد تقدر بكراتوار تقشر تنحيه بلا ما تدير عطب الكتله اللي هنايا هذه لا سيرفاس بلان. تجيب راكلات كما هذه وتنحي هذا ما كان. لكن نقولوا قلة الخبرة بعض الميكانيسيانات كي يشوفوا هذاك الحش هذاك الطراف تاع حش الصوانة لاصق يخبطوهم، كما هنا مثال تاع هذا لا بومبا وشوف كاش راهو لاصق. هذا ساعات ما يتنحاش بالكراتوار، الميكانيسيان يخبطوه، وكي يخبطوه واش يديروا؟ شوفوا واش يديروا، يخبطوه بمفتاح كما هكذا. ما حبش نخبط بس نوريكم برك، يخبطوا الحاشية لهنا هكذا باش يطيروا هذاك الطراف اللي لاصقين تاع حاش راس اسوارة تاع جوان كولاس. لكن ما يتبهوش باللي كي يخبطوا راح يديروا حفر لهنا، هذا المكان لهنا راح يتحفر، راح لهنا اذا يتحفر ولا تحفر يعود من بعد كي تركبوا لا كلاس تاعكم تعود ما تفرميش وتعود تنفخ، تعود هذا تعود هذاك لا كومبريسيون تسرب وتروح للماء، تروح الماء اللي هنايا وتقنفلكم لي ديريت. وهذاك ساعات كما قلت تشوفوا لي ديريت قاصحين. على هذا حتى وتنقولوا تنحوا لا كلاس تاعكم شوفوا ماذا بكم، ما حتى مول السياره يضرب طلع معليش يشوف البلوك تاعو لا عاد مقيوس بزاف. الشيء اللي ننصحكم به هو لازم تمسحوا البلوك مسحه خفيفه باش ما تطيحوش في هذا المشكل تاع
قساوة تاع الليديريت، وهذا المشكل من بعد راح يكبر، راح يتلف لكم المبرد تاع المحرك تاع الشوفاج، او يتلف لكم ثاني بعض الخراطيم الراشيه، يتلف لكم مبرد تاع قلت المحرك الامامي، وتعودوا تدخلوا في 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 دوامه وتقعدوا ديما مرضى. على هذا لا نحيتوا لاكلاس تاعكم بعد ما تنقوا البلوك تاعكم هذه لا سيرفاس، راقبوا هل فيها ضربات ولا لا. لا عدو كاينين ضربات وين يتحط هذه وين يتحط جواكلاس، لا خطاش لا عاد فيها هنا ضربه. هذا الحديد ما يفرميش، هذا الحديد راه ما يفرميش النفس اللي تخرج 12 بار ولا 15 بار، ما يفرميهاش هذا الجوا، تخرج وتروح تسرب لهنا وين كان الماء. هذا هو المشكل كيفاش يصير في بعض الحالات. كما نشوفوا لهنا في المحرك هذا تاع الاكسنت الكلاسري منحوحه ديما. اخي الميكانيسيان كي تنقي البلوك تاعك شوف كما هنا فيها ضربات، اذا لقيت نقولوا هذو الضربات وين تحط الحاشيه تاع جوان كلاس راه ما يصلح لكش، حتى تزيد تركب كلاس راه يبقى ينفخ. شوف لهنا هنايا ثاني هذو الضربات كما قلت لعدهم قابلين الدوره تاع سيل التبريد، راهو بالطبع هذاك الضغط يروح للداخل، يروح للماء وينفخ لك الخراطيم. كما هنا ثاني هاك تشوف الضربه وين راهي، هنا ثاني هنا. المهم ديما ركز مليح لخطرش، هذا هو سر النجاح كي تركز مليح في الخدمه تاعك. في الاخير ان شاء الله كما استفدتم من هذه الفيديو بسيطه، انكم ما تنساوش اشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. سلام.